السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج العاشرة. ونخصص هذه الحلقة للحديث عن بيان المؤسسة الوطنية للنفط الذي أكدت فيه تجاوز سقف إنتاج الخام 800,000 برميل يوميا لأول مرة منذ 2014، وأشارت إلى عدم وجود عوائق فنية يمكن أن تؤدي حاليا إلى فقدان الإنتاج، لكنها مع ذلك تطرقت إلى خلاف تجاري مع شركة فينترسال الألمانية، وقالت إنها لم تلتزم بتعاقداتها بسبب قرار المجلس الرئاسي بخصوص توزيع اختصاصات النفط والغاز بين رئاسة الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط، والذي كان صدر في مارس الماضي. وأكدت المؤسسة على لسان رئيسها مصطفى صنعالله أن الشركة الألمانية ساهمت في صياغة قرار رئاسي. فما هي الظروف التي أدت أولا إلى ارتفاع إنتاج النفط، وكيف سينعكس ذلك على الاقتصاد الليبي وعلى سوق النفط عالميا، وما حقيقة تداعيات قرار الرئاسي القاضي بتوزيع اختصاصات النفط والغاز بينه وبين المؤسسة الوطنية للنفط على اتفاقيات الاستثمار مع شركات النفط الأجنبية، وكيف يمكن تحييد قطاع النفط وتجاوز الأزمة الاقتصادية في ظل هذه التجاذبات السياسية؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها طبعا على ضيوفنا في عاشرة الليلة. ومعنا عبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عمر زرموح، ومعنا عبر الهاتف من طرابلس الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي إبراهيم السنوسي، وعبر الهاتف ولكن من مصراتة الباحث في الشأن الاقتصادي والسياسي إسماعيل المحاشي. نرحب بكم جميعا، وقبل أن نفتح النقاش نتابع أولا هذا التقرير حول موضوع الحلقة. في آخر بيان لها أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإنتاج تجاوز سقف 800,000 برميل يوميا لأول مرة منذ سنة 2014، قائلة إنه ليست هناك أسباب فنية تؤدي إلى فقدان إنتاج الخام حاليا. وأشارت المؤسسة إلى أن خلافا مع شركة فينترسال الألمانية يتعلق بقرار المجلس الرئاسي بخصوص توزيع اختصاصات النفط والغاز بين رئاسة الوزراء والوطنية للنفط أدى إلى توقف إنتاج أكثر من 160,000 برميل يوميا، وهو ما يكلف الدولة حوالي ربع مليار دولار أمريكي شهريا. رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أكد أنه كان بالإمكان إنتاج حوالي 1,000,000 برميل يوميا لولا رفض شركة فينترسال تنفيذ شروط التعاقد التي وافقت عليها في 2010، مضيفا أن قرار الرئاسي صيغ ليسمح للشركة الألمانية بالتهرب من التزاماتها على حد تعبيره. صنعالله قال أنه طلب من الرئاسي سحب قراره الذي أصدره في مارس الماضي لأنه يتخطى صلاحياته القانونية، لكن المجلس رفض طلبه ومنح نفسه سلطات التفاوض على اتفاقيات الاستثمار مع شركات النفط الأجنبية. ولبلوغ معدل الإنتاج المقدر بأكثر من 1,000,000 برميل يوميا مع نهاية السنة الحالية، أوضح صنعالله أنه يتعين على المجلس الرئاسي سحب قرار توزيع الاختصاصات، مطالبا القبائل بمعاقبة كل من يقوم بإغلاق الحقول والموانئ النفطية اجتماعيا. ودعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصرف ليبيا المركزي إلى إصدار لوائح تمنع دفع أي أموال لهؤلاء، مشددا على أن يكون جهاز حرس المنشآت النفطية جزءا من الحل وليس مشكلة أخرى حسب قوله. وكان المجلس الرئاسي قد أصدر قرارا في مارس الماضي يقضي بتوزيع اختصاصات النفط والغاز بين رئاسة الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط، ومنح نفسه صلاحيات اعتماد شروط وأوضاع المزايا التي يتقرر منحها للشركات النفطية العاملة في ليبيا. في المقابل، منح القرار المؤسسة الوطنية للنفط مهمة الإشراف على أنشطة هذه الشركات النفطية والتي تتعلق بحسن سير عملها وانتظامها في الحقول ومرافق التصدير، إضافة إلى عدد من الصلاحيات الأخرى. ورداً على هذا القرار، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعالله إن قرار المجلس الرئاسي من شأنه أن يزيد من حدة الخلافات السياسية وأن يؤثر سلباً على دور المؤسسة المتماسك في ظل ما تشهده البلاد من انقسام على حد تعبيره. إذن أبدأ معك دكتور عمر زرموح. في البداية، كيف تقيم هذا الارتفاع في معدلات إنتاج النفط بتجاوز سقف 800,000 برميل يوميا، خاصة وأن هذا يحدث لأول مرة منذ عام 2014 بحسب المؤسسة الوطنية للنفط؟
في البداية أحييك وأحيي السادة المشاهدين وضيوفك الكرام. بالنسبة لهذا الارتفاع يعني الذي صرح به السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يعتبر مؤشرا جيدا وإيجابيا في الاتجاه الصحيح، ولكن التحفظ الوحيد عندي هو أن التصريحات السيد الرئيس المؤسسة الوطنية للنفط لم تكن مطابقة من للإحصائيات التي ظهرت مؤخرا. الإشكالية التي عندنا هي أن الإحصائيات الرسمية تظهر متأخرة بعض الشيء، فتصريحات المؤسسة الوطنية للنفط في الربع الأخير من سبتمبر مثلا 2016 إلى عند نهاية السنة كانت متفائلة جدا، لكن عندما ظهرت الإحصائيات وجدنا أن متوسط إنتاج النفط كمتوسط يومي خلال العام 2016 لم يختلف عن نفس الرقم 2014 و2015، يعني هذين كان الإحصائيات الرسمية تبين أن متوسط إنتاج الصادرات النفطية كان 300,000 برميل في اليوم كمتوسط، وهذا الرقم ثابت في الإحصائيات الرسمية في عام 2014 و2015 و2016. إذن ما هو تأثير هذه التصريحات وما هو تأثير الإنجازات والتفاؤلات التي سمعناها في الربع الأخير من عام 2016؟ الحقيقة تأثيرها لا شيء من خلال الإحصائيات الرسمية. نتمنى أن يتغير هذا الكلام الآن، وأن بالفعل يعني بعد مرور بعض الوقت مستقبل يعني بعد شهرين أو ثلاثة نلاحظ أو نجد في الإحصائيات الرسمية أن بالفعل الصادرات النفطية ارتفعت وليست مجرد كلام، يعني التصريحات أو مجرد تفاؤل من هذا النوع. نتمنى أن نرى ذلك على الواقع. طيب في مقابل هذا دكتور عمر، هل يمكن أن يعكس هذا الرقم الجديد الذي تستغرب أن يعلن عنه الآن قياسا إلى التصريحات حول معدل الإنتاج خلال السنوات الثلاث الماضية، هل يمكن أن يعكس هذا التسارع في وتيرة رفع مستويات الإنتاج؟ هو أنا قلت لو أن هذا يعني يتواصل، أولا يعني هو مش مجرد أن احنا نصل إلى 800,000 برميل اليوم وبكرة مثلا نولوا 500,000 ولا 400,000، معناها احنا وصلنا إلى نتيجة. هي لابد من التواصل، العبرة في المتوسط اليومي وليس في نقطة نوصلها وبعدين نرجع للخلف. المتوسط اليومي لم يثبت في السابق أنه ارتفع إلى أي رقم تفاؤلي في السنوات الثلاثة التي ذكرتها 2014-15-16. نتمنى، طيب واضح، نتمنى أن يصدق هذا الرقم واقعيا. واضح. إذن سيد السنوسي كما قال الدكتور عمر زرموح، يعني الآن العبرة ليست بالرقم الذي تحقق كأعلى مستوى إنتاج يومي من النفط، وإنما العبرة ستكون بالمعدل على مدى السنة كاملة سنة 2017، وكم يكون المعدل الإنتاج اليومي على كامل السنة. برأيك الظروف التي تحقق فيها هذا المستوى الآن من الإنتاج تجاوز 800,000 برميل، هل يرجح استمراريتها للمحافظة على هذا المستوى، أم أن هناك احتمالات أن يتزايد الإنتاج أو يتراجع بحسب ما هو محتمل فيما يتعلق بالظروف التي سمحت بتحقيق هذا المستوى؟ أخي العزيز، أولا مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين. أهلا بك دكتور عمر زرموح ضيفك في هذه الحلقة. أعتقد أن زيادة الإنتاج في ليبيا سيواجه العديد من المصاعب بسبب الظروف المحيطة، وأكد على ما تحدث عنه الدكتور عمر زرموح من أن متوسط الإنتاج خلال الثلاث سنوات الماضية لم يتجاوز 600,000 برميل. إذا ما احتسبنا إنتاج العام كله وزعناه على أيام السنة جميعها، فليبيا أنتجت خلال السنة الماضية في أوائل السنة ما يقارب 200,000 برميل أو أقل. لا ندري ما حصتنا في الداخل وما تم تصديره إلى الخارج. على العموم والإنتاج أعتقد أنه سيتزايد، إذا ما في ظل الظروف الحالية سيزداد إلى حوالي 1,000,000 برميل حسب ما تحدث مؤسسة وطنية النفط في نهاية هذا العام.
رغم انها كانت المؤسسه السابق متفائله جدا ان الانتاج سيصل الى المليون برميل خلال نهايه 2016 خلال السنه الماضيه، الا ان الاحداث الاخيره مشاكل الموارد النفطيه القتال الذي يحصل حولها في الكثير من الاحيان سبب في انخفاض الانتاج. وايضا الان ما نسمعه من صراع قانوني ما بين المؤسسه الوطنيه للنفط والرئاسي حول الاختصاصات، اختصاصات وزاره النفط التي آلت حسب القرار 270 الى المجلس الرئاسي او حكومته بحيث ان عقود الامتياز وبعض. طيب هذا 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 جانب اخر من الموضوع سناتي عليه السيد السنوسي، لكن قبل ذلك في مساله التقييم والتقديرات فيما يتعلق بتحقيق هذا المستوى من الانتاج. الان عندما تتحدث المؤسسه عن تراجع في الانتاج الى مستويات ال 500 او 600 الف برميل خلال شهري ابريل ومارس الماضي بسبب اشكاليات عارضه وانتهت، الان عادت المؤسسات او المنشات النفطيه تلك الى العمل من جديد وارتفع مجددا مستوى الانتاج، يعني تقريبا السنة تنتصف والأرقام معروفة فيما يتعلق بالنصف الأول من السنة بخصوص المستويات الإنتاج اليومية والمعدلات المحققة خلال هذه الأشهر. ما هي التقييمات بشأن ما هو مسجل على مدى خمسة أشهر الآن تقريبا في مستويات إنتاج النفط؟ أعتقد أنه مستويات إنتاج النفط الأخيرة هي مبشرة بالخير. أعتقد الوصول إلى 800,000 برميل في ظل الظروف المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة لها، أعتقد أن 800,000 برميل ليست رقم هين، هو رقم وصلت إلى المؤسسة الوطنية للنفط بعد صراع شديد متعلق بفتح صمامات، متعلق بإقناع بعض المسلحين بالخروج من الحقول النفطية. 800,000 برميل هو رقم جيد في الوقت الحالي. نتمنى حقيقة أن تتحسن الأوضاع الأمنية وتستقر، خاصة ما حول الحقول النفطية وصمامات النفط والموانئ النفطية، أيضا حتى تستطيع المؤسسة الوطنية للنفط التغلب على الكثير من المصاعب الفنية. أعتقد أن هناك حتى موجودة مصاعب فنية في بعض الحقول والأبار النفطية تواجهها المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها وشركات الشركة لها. ستصل المؤسسة الوطنية للنفط إذا تغلبت على هذه المصاعب أكيد إلى مستويات أكبر، إلا أن متوسط الإنتاج الحالي خلال هذه السنة هو أكثر من 300,000 برميل وهو رقم جيد نوعا ما. نتمنى أن يتحقق رقم أكبر من ذلك ونصل لمستويات جيدة. طيب. مع نهاية 2017 حسب ما تتحدث المؤسسة الوطنية للنفط خلال مؤتمر يوسف أنه بالإمكان إذا ما تحقق نوع من الاستقرار ووقوف بعض القبائل في المنطقة الشرقية وفي الجنوب مع المؤسسة الوطنية للنفط لتحقيق استقرار أمني لكي تعمل شركات نفطية في جو يؤهلها إلى إنتاج كميات من النفط. واضح. تصل المؤسسة الوطنية للنفط في الآخر إلى محصلة المليون برميل أو المليون ومئتين ألف برميل مع نهاية 2017. طيب سيد المحاشي، أيضا في سياق تقييم هذه المستويات، يعني الآن بعد ثلاث سنوات متتالية لا يتجاوز فيها معدل الإنتاج اليومي خلال السنة 300,000 برميل، المؤسسة تتحدث عن يعني أرقام واضحة ومحددة في يناير أكثر من 600,000 678,000، في فبراير أكثر من 688,000، في مارس أكثر من 641,000، في أبريل تراجع قليلا إلى 564,000، الآن في مايو بلغ الانتاج أكثر من 800,000. ما هي التقييمات التي يمكن تقديمها في مقابل كل هذه الأرقام طيلة الخمس أشهر؟ البداية تحية ليك طيبة وتحية لأخوة الضيوف والأخوة المشاهدين. أنا أعتبره هذا مؤشر إيجابي، وهذه تعتبر خطوة إيجابية تحسب للمؤسسة الوطنية للنفط، باعتبار أن ليبيا الآن تشهد صراعات وحروب أهلية وانقسام سياسي. نحن نتكلم دخلنا الآن على السنة الثانية وعدم وجود جهة تنفيذية أو جهة تشريعية لها الصفة القانونية والدستورية. هناك فراغ سياسي في ليبيا، اتفاق السياسي الذي أبرم في الصخرات لم يتم تنفيذ بنوده إلى حد الآن، ونحن نتكلم الآن عن ثلاث حكومات ونتكلم عن
عدة مؤسسات تشريعية، وهذا الانقسام تشتغل مؤسسة وطنية النفط في ظل هذا الانقسام الخطير في ليبيا. الوصول إلى 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 هذا المستوى من الإنتاج تعتبر خطوة إيجابية وسيكون لها تأثيرات إيجابية في الجانب الاقتصادي، لكن تبقى الأزمة في ليبيا هي أزمة سياسية قبل أن تكون أزمة اقتصادية. طيب في جزءها الاقتصادي سيد المحاشي، يعني عندما نتحدث عن معدل الآن خلال الخمس أشهر الأولى في حدود 600,000 برميل، هذا يضاعف الرقم الذي ظل ثابتا خلال 3 سنوات، ما حجم وطبيعة هذه الخطوة في رفع المستويات الإنتاج الآن؟ أنا في تقديري أن المؤسسة الوطنية والنفط كان لها دور في عملية الاجتماع مع بعض الأعيان وبعض الجهات المسيطرة على للأسف على هذه الحقول وعلى صمامات هذه اللانبيب، وهذه المجموعات المسلحة هي الآن تعرق العملية تصدير المزيد من النفط، وتبقى الإشكاليات الفنية والموارد المالية حتى إليها تأثيرات في عملية تصدير الكثير، ويبقى الانقسام السياسي في ليبيا هو السبب الرئيسي في تعقيد المشهد في حول تصدير المزيد من النفط الخام إلى الخارج. والنقطة الأخرى وهي الأهم، الانقسام السياسي. نحن الآن نتكلم عن 3 حكومات داخل الدولة في ليبيا، وهذا الانقسام خطير جدا، وللأسف كل جهة الآن وكل مجموعة تستعمل في الملف النفط كملف للحصول على الموال وعلى التعيينات وعلى غير ذلك، وهذا أصبح الآن معروف حتى في كثير من. طيب سيد المحاشي، بما أنك أثرت الجانب السياسي من الموضوع، كيف تفسر هذا الارتفاع في مستويات الإنتاج في ظل استمرار الأزمة السياسية الموجودة في ليبيا؟ أكيد المؤسسة تلاقت مع كثير من المجموعات المسلحة والتي هي مسيطرة الآن سيطرة كاملة على هذا على 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 هذا القطاع، وحلحلت بعض الملفات ربما قد تكون في التعيينات وغير ذلك. والنقطة والأهم الآن المستوى المعيشي عند المواطن، الآن بدأ الشارع يتحرك حول عملية إقفال هذه المواني وهذه الصمامات، أكيد هناك حراك، هذا الحراك سيكون له تأثير إيجابي، لكن تبقى الإشكالية في ليبيا معقدة، وتبقى الأزمة أزمة عدم وجود شرعية لحكومة وعدم وجود شرعية لمؤسسات تشريعية، وهذا هو السبب الذي نعيشه نحن في ليبيا. يعني تقول بأن هذا الارتفاع في مستويات الانتاج ليس انعكاسا لانفراج السياسية، وإنما هو نتيجة لجهود عمل المؤسسة وتردي الوضع الاقتصادي بالنسبة للمواطن الليبي. نعم وبكل تأكيد. طيب دكتور عمر زرموح، في حال استمر نسق الانتاج على هذا النحو أو زاد إلى مستويات أعلى، هل ستتمكن البلاد برأيك من معالجة الأزمة الاقتصادية، خاصة وأن آخر تقرير لديوان المحاسبة كشف عن أن العام الماضي سجل أدنى إيراد تحققه الدولة الليبية على مر تاريخها الحديث؟ صحيح، يعني إذا استمر نسق الإنتاج أو نمط الإنتاج بهذا الشكل وتزايد، فبالتأكيد يعني سيكون له الأثر الإيجابي الجيد. ولكن إذا سمحت لي أود أن نوضح نقطتين. النقطة الأولى تتعلق بالصادرات النفطية والإنتاج. الأرقام التي ذكرتها قبل قليل تتعلق بالصادرات النفطية، والملاحظ من التقارير الرسمية أن 1.3 مليون برميل في اليوم كان هو متوسط الصادرات النفطية خلال الأعوام 2009 2010 و2012 أيضا. في 2013 كان حوالي 900,000 نتيجة لبداية المشكلة، وبعدين 14-15 زي ما ذكرت لك 300,000، هذه الصادرات. فإذا نحن يعني باش نقيم الرقم الذي تحدثنا عنه، وهو حسب توضيح حضرتك قرابة 600,000، 600,000 هذه إنتاج، طبعا في جزء يستعمل محليا، نقوله مثلا 500,000 برميل في اليوم في المتوسط صادرات، ما زلنا محتاجين باش نوصل إلى 1.3، محتاجين إلى مشوار أكبر شوية، مع الأخذ في الحسبان
أن أسعار النفط كانت أعلى في عام 2012 و2013، ثم بعد ذلك انخفضت كثيرا. لنفرض أن احنا فقط النص، تخيل أن احنا انتهى صادراتنا في المنتصف ثم الأسعار في المنتصف، معناه احنا كأننا إيراداتنا في ربع ما ينبغي أن نتحصله من إيرادات، لذلك الوضع ما زال ضعيف. ربع ما كان عليه الحال في 2013 تقصد؟ أكثر من النفط. نعم نعم، مقارنة بما كان عليه الحال في 2013. في المقابل أيضا أنا وقد ذكرت ذلك من خلال منبركم هذا في حلقات سابقة، أنه ينبغي أن تتخذ خطوات بالتوازي من جانب الجهات المسؤولة بتخفيف القيود الكمية على التحويل من النقد الأجنبي وعلى الاستيراد وعلى الأشياء هذه، وينبغي أن احنا يعني نخفف هذه القيود لإراحة الشعب من المتاعب التي يعانيها، لأننا ينبغي أن نبني خططا على التوقعات وليس على الأرقام الفعلية فقط. الأرقام الفعلية تعطينا مؤشرات للمستقبل ونبني على ذلك خطط، أما إذا بدأنا نرجح في إجراءاتنا زيادة وانخفاضا أو نواصل القيود حتى نصل إلى 1.3، فذلك الحقيقة أراه شططا لا مبرر له من الناحية الاقتصادية. طيب نعم. دعني أناقش معك ما ذكرت بالجزء، يعني حتى نتمكن من فهم المغزى ما قلته. الآن مسألة البناء التوقعات المستقبلية على أساس ما هو واقع الآن، يعني هذا يتطلب نوعا من الاستقرار. الوضع في ليبيا الآن وضع غير مستقر، وبالتالي كيف يمكن البناء على توقعات مستقبلية قيست إلى واقع حال أصلا هو غير ثابت، يمكن أن يتغير في أي لحظة؟ نعم هو هذا صحيح، لكن أولا ينبغي أن يعني نسعى جميعا كل فيما يخصه أو في مجال اختصاصه أن نحيد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية، وهذا الكلام يعني رددناه كثيرا، وكان بودنا أن ألا يتأثر بالتجاذبات السياسية، لأن أموال النفط كلها للشعب الليبي وليست لفئة من فئات الشعب ولا لمنطقة من مناطق ليبيا، فهي للجميع. ويكون النقاش بعد ذلك من خلال الميزانية العامة للدولة، هذه من خلال السلطة التشريعية ومن خلال القنوات الرسمية وطبق لقانون النظام المالي للدولة، نصل فيها إلى توافقات وإلى الإنفاق عادل، سواء من حيث التنمية الميكانية سواء من حيث الإنفاق على المناطق. الحقيقة يعني هناك حلول سلمية جميلة جدا واقتصادية وبدون أي مشاحنات، ومع تحييد قطاع النفط نهائيا على التجاذبات السياسية. طيب هذا أولا، تحييد القطاع على الاضطرابات التي قد تحصل مستقبلا حتى يمكن وضع توقعات مستقبلية قياسا للواقع الحالي، هذه نقطة. النقطة الثانية ذكرت دكتور بأن هذه المستويات، إذا سمحت لي فقط دكتور، ذكرت بأن هذه الارتفاعات في مستوى الإنتاج ستنعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في البلاد، وفق أي طريقة أو أي أسلوب يعني يتمحور هذا الانعكاس الإيجابي؟ هو الاقتصاد الليبي اقتصاد بسيط الحقيقة، يعني والمعادلة انتعى واضحة، يعني هو اقتصاد ريعي، وعندما تزداد الصادرات سيزداد احتياطي النقد الأجنبي، وينبغي أن تصاحبه سياسة يعني فيها نوع من المرونة، وكما ذكرته لك قبل قليل ينبغي أن تخفف حدة القيود المفروضة على الواردات، لأن اقتصاد منكشف على العالم الخارجي، يعني نسبة الواردات عندنا نسبة عالية في العرض الكلي للسلع التي يستهلكها الناس، لذلك أعتقد أنه من المهم جدا أن تخفف القيود الكمية. أنا الحقيقة من النوعية المتفائلة كثيرا، وأتمنى أن نتخلص من قضية ما يسمى بالموازنة الاستيرادية، لأن هذه الموازنة هي الحقيقة فيها مجال كثير من الفساد ومن الرشاوي ومن المحسوبية، ومن يعني فيها عيوبها أكثر من حسناتها.
فلذلك أنا لست مع مبدأ الموازنة على الإطلاق، موازنة الاستيرادية، وهناك طرق فنية لعلاج المشاكل، وهناك تجارب دول، وهناك نظريات اقتصادية، ولكن لا أدري لماذا يعني نتبع نفس الطريقة التي اتبعها النظام السابق على مدى 20 سنة، اعتماد موازنة ما موازنة. طيب على مدى على المدى القصير دكتور عمر، إداريا وماليا على المدى القصير، يعني أي خطوة عملية يمكن أن تأتي استثمارا لهذه الارتفاعات في الإنتاج وتنتج أو يعني تؤثر إيجابا على وضع الاقتصاد؟ ما هي الخطوة التي يجب عملها الآن؟ الخطوة التي يجب عملها ومنذ فترة وليس الآن فقط، يجب تخفيف القيود المفروضة، وخاصة منشور مصرف ليبيا المركزي الصادر بتاريخ 7 يناير 2016 والذي عقد فيه عملية فتح الاعتمادات، وكذلك وجود لجنة موافقة أو كما يسمونها في مصرف المركزي. هذه هو السؤال دكتور، هذا واضح، لكن كيف سيفيد هذا القانون أصلا؟ كيف سيساعد هذا على تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن؟ سيساعد لأنك أنت في حالة ما تسمح للناس بالاستيراد وبأسعار معقولة وليست بأسعار السوق السوداء والسوق الموازية، التجار والمستوردين عندما يستوردون بأسعار معقولة ويتنافسون في ذلك لابد أن تنخفض الأسعار. يعني لكن دكتور المسألة الاستيراد ليست متاحة لكل الناس، يعني الاستيراد وفق الاعتمادات المستندية وهذا الذي اللي نعم هو الاستيراد ليس متاحا لكل 6 مليون بشر، هو ليس هذا المطلوب ولم يكن موجودا أصلا ولا هذا الذي نطالب به، ولكن نقصد أنه هو متاح لكل من يعمل بصورة رسمية في الاقتصاد. لا أنا قصدي كيف سيفيد هذا الناس يا دكتور عمر، يعني حتى أذهب لبقية الضيوف في عجالة إذا سمحت. يعني الآن ترفع القيود والتشديد على مسألة الاعتمادات المستندية فينعكس هذا إيجابا على المواطن، كيف؟ لأن في النهاية أنت لا تضمن أن التاجر الذي سيورد وسيستفيد من الاعتمادات المستندية سيخفف من الأسعار، من الارتفاعات الموجودة في الأسعار الحالية. معروف أن رأس المال دائما جشع وباحث عن المزيد من الربح، ألا توجد وسائل أخرى يمكن أن توجه بشكل مباشر إلى المواطن حتى نضمن أن هذه التأثيرات الإيجابية سوف تصل إلى المواطن فعلا؟ هو عفوا أنا لست مع التخطيط المركزي في هذا المجال، لأن فكرة التخطيط المركزي وخاصة في مجتمع متخلف أولا ثم مجتمع زيادة على تخلفه، هو مجتمع يعاني من الانقسامات السياسية وثلاث حكومات وثلاث مجالس تشريعية وقصة من هذا النوع، لا يمكن ضبط هذه الأمور. ولذلك أنا أرى أن الحل الصحيح هو محاصرة السوق السوداء، بمعنى أنك أنت تبدأ كمصرف مركزي ومن خلال يدعمك المجلس الرئاسي بالقرارات التي يجب إصدارها في هذا المجال، ويوضع سعر معقول للدولار أو نقوله للنقد الأجنبي أقل قليلا من سعر السوق السوداء، ثم يبدأ في التخفيض إلى أن يقترب من السعر الرسمي. وهذا تقول سيفيد المواطن بشكل مباشر؟ طيب من الأول واضح. لن يستطيع واضح دكتور. لن يستطيع المصرف المركزي ولن يجد القدرة على تمويل المبلغ، الموضوع طويل شوية الحقيقة. هذا طيب على مراحل، وضحت الفكرة تماما دكتور، اسمح لي أن أشرك ضيفينا في هذه النقطة بالذات. يعني سيد السنوسي، برأيك كيف يمكن استثمار الزيادة في عائدات إنتاج النفط وقد وصل إلى هذه المستويات للتخفيف من الأعباء الاقتصادية الواقعة على كاهل المواطن الليبي اليوم؟ أخي خالد، حقيقة سيظل هناك عجز في الميزان التجاري للدولة الليبية طالما أن وارداتنا من النفط هي بهذا الحجم، حتى وإن زادت واردات النفط ووصلت إلى المستويات السابقة، لأن سعر برميل النفط الآن في العالم هو نصف ما كان عليه في 2013 عندما تم إيقاف تصدير النفط في المواقع الأوروبية وإقفال الحقول هناك. أعتقد أن مسألة التوازن ما بين
وواردات وصادرات ما سيكون بالأمر صعب خلال السنوات القادمة، إلا إذا تحسن سعر النفط وصل إلى ما يتجاوز $100 للبرميل. أما ما سيتحسن فقط واردات النفط صادرات النفط دون تحسن سعره، فهذا لن يكون بالمفيد بالنسبة للاقتصاد الوطني بشكل آني أو فوري، إلا على المدى البعيد عندما توفر السيولة الكافية ويتم توريد العملة الصعبة من حسابات المركز والمصرف الليبي الخارجي في الخارج إلى المصرف الليبي هنا في مصر. لكن بحسابات بسيطة سيد السنوسي، وعذرني المقاطعة، يعني الواضح والأكيد والثابت بأن الاقتصاد الليبي ليس اقتصاد معقد لأنها اقتصاد ريعي، يعني يعتمد بالكامل على إنتاج وتصدير النفط، وبالتالي أن يتحسن الإنتاج إلى مستوى الضعف ما بين السنوات الثلاث الماضية وعلى الأقل النصف الحالي من هذه السنة، ولا يحدث هذا تأثيرا إيجابيا على الوضع الاقتصادي، لا يخفف من الأعباء الاقتصادية الواقعة على المواطن، قد يبدو أمر غير مقبول. يعني في النهاية على الأقل ينتظر ولو تحسنا جزئيا في الأوضاع الاقتصادية. حقيقة وظاهريا الأمر صحيح غير مقبول، إلا أن من الناحية الواقعية الفعلية الأمر مقبول جدا. ليش سيد السنوسي؟ لماذا؟ المجال الاقتصادي. لماذا؟ أعطينا أسباب تفسر هذا. أخي خالد، نحن ننتج الآن 800 ألف برميل، ما يتم تصديره على ما أعتقد لن يتجاوز 500-600 ألف برميل. سعر برميل النفط حاليا منخفض، يعني النصف على ما كان عليه في العام 2013، لذلك لن يكون له تأثير فوري وآني على الاقتصاد الوطني. لا سيد السنوسي، هذا أهمل أنا. لا إذا سمحت لي فقط، يعني المقارنة الآن ما بين ثلاث سنوات مضت اللي هي 2016 15 14 والنصف الحالي من أو النصف الأول من السنة الحالية، تقريبا سعر برميل النفط ثابت خلال الفترة هذه والإنتاج تحسن إلى الضعف على الأقل، لماذا لا يكون هناك تحسنا في الأوضاع الاقتصادية؟ هو حقيقة بعد الاستنزاف الحاصل في الاحتياط النقدي من العملة الصعبة لدى المصرف الليبي المركزي، حصل هناك خلل كبير في الاقتصاد، حصل هناك تغول للسوق الموازية والسوق السوداء، أيضا عدم قدرة مصرف الليبي المركزي في التحكم في ذلك السوق من خلال أدواته أو اختصاصاته المنوطة لها حسب القانون، تلك الاختصاصات النقدية التي أعتقد لم يستخدم منها إلا فقط مثل طباعة العملة والتي زادت من حال التضخم الموجودة في البلاد. زيادة العملة المحلية وشح العملة الأجنبية سبب انهيار حاد في الدينار الليبي. السبب الرئيسي والأول هو إغلاق المواني والحقول النفطية التي أدت في آخر الأمر إلى شح وإيرادات النفط ومن العملة الصعبة إلى الداخل الليبي. صحيح أن هناك تحسن في إنتاج النفط وتحسن في التصدير أو تصدير النفط إلى الخارج، إلا أن هذا تحسن طفيف ليس بالتحسن الكبير، سيكون له أثر. لا، ما هي المسألة نسبية سيد السنوسي. لا إذا تحدثنا عن قياس نسبي إلى ما كان عليه الحال، التحسن يعني الضعف الآن. أنت ربما تقول تحسن طفيف لأنك تقيس إلى السقف الذي سبق وتحقق في الإنتاج 1,600,000 أو 1.5 مليون برميل، لكن الآن في مرحلة على مدى قصير إذا ما قسنا للثلاث سنوات الماضية تقريبا التحسن إلى مستوى الضعف. يعني هل يعقل أن الآن سواء كانت الاحتياطيات من النقد الأجنبي تراجعت إلى مستويات يعني غير مسبوقة، أو الدينار انهار إلى مستوى تاريخي، أو كل هذا، هل يعقل مع تحقيق ضعف في الإنتاج، ضعف ما كان يتم إنتاجه خلال السنوات الثلاث الماضية، ألا يستطيع المركزي وأي من الجهات المسؤولة عن الاقتصاد الليبي إدخال ولو تحسينات جزئية مرحلية على الظروف الراهنة؟ أخي خالد، نحن في ليبيا نعتمد على تصدير شيء واحد وهو النفط. النفط الآن في العالم أجمع جميع الدول المصدرة والمنتجة للنفط تعاني من تراجع أسعاره.
هناك اثار سلبيه على الكثير من الدول النفطيه منها السعوديه والامارات، ورغم انها دول قصدي تنتج بشكل مستقر ومستويات انتاجها لم تتراجع نهائيا، ومع هذا هناك تفكير حتى في مساله الدعم في تلك الدول منها الكويت ايضا. نحن في دوله تمر بمصاعب امنيه وانقسام سياسي، وهناك حتى من يفكر في الانفصال، وحكومات ثلاث ومشاكل أمنية إلى اليوم هنا في العاصمة طرابلس. يعني باختصار سيد السنوسي واعذرني، يعني كأنك تقول المواطن الليبي الآن لا تنتظر أي تحسن اقتصادي عندما تسمع بأن مستويات إنتاج النفط في ليبيا ارتفعت إلى هذا المستوى. هو تحسن سيكون تحسن طفيف على المدى البعيد، ممكن أن يكون هناك تحسن. لا بشكل واضح، ما المقصود بالتحسن الطفيف؟ يعني التحسن الطفيف المتوقع ما هو؟ إذا ما استمر هذا الإنتاج على ما هو عليه واستقرت الأوضاع وزاد حسب ما يقول مصطفى صنعلة إلى حوالي 1,200,000 برميل، من المؤكد أن التحسن الطفيف هذا سيساهم في خفض من حدة الأزمة الاقتصادية، ومنها تدني سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وسيقود مصر في المركز في الآخر إلى التقليل من الضوابط والشروط التي تحدث عنها الدكتور عمر زرموح المتعلقة بالاعتمادات المستندية، والتي سيكون لها إذا ما تم التخفيف منها أثر إيجابي في مسألة استيراد السلاح من الخارج، وبالتالي سيكون لها أثر إيجابي على ذوي الدخل المحدود من المواطنين الليبيين. طيب سيد المحاشي صنع الله خلال حضوره لمؤتمر في هيوستن أعتقد تحدث عن مخططات لرفع مستويات الإنتاج في ليبيا والتحويل ليبيا إلى دولة نفطية قوية في حوض المتوسط بحلول 2023، برأيك قياسا إلى وتيرة التحولات سواء سلبا أو إيجابا في المشهد السياسي، ما مدى إمكانية توفر المناخ والظروف الملائمة لدعم هذه الرؤية التي قدمها صنع الله؟ في البداية اسمح لي سيد خالد على توضيح الخداء بخصوص نقطة، عندما يتزايد تصدير النفط لا يكون له تأثير إيجابي على المستوى الاقتصادي الليبي، لأن الأزمة في ليبيا هي أزمة سياسية، عندما يكون هناك تقارب سياسي نلاحظ وجود تحسن في المستوى المعيشي للمواطن في ليبيا. الأزمة في ليبيا هي أزمة سياسية أولا قبل أن تكون أزمة اقتصادية، ولهذا فعندما يتم تصدير أكثر كميات أكثر مما سبق لا يكون له تأثير إيجابي. وتبقى النقطة الأخرى وهي الأهم، أن هذه المجموعات المسلحة الآن مسيطرة على الحقول وعلى المواني وعلى أبار النفط وعلى هذه الصمت، هناك هذه المجموعات تستعمل في هذا النفط وهذه الأبار تستعملها من أجل الوصول إلى مصالح مادية أو من الوصول إلى مصلحة شخصية وغير ذلك، ونحن الآن تحت رحمة هذه المجموعات المسلحة، مع العلم أن هناك قرار صادر من مجلس الأمن يخول أن مؤسسة وطنية النفط هي المسؤولة عن كل المواني والأبار، لكن للأسف تبقى الانقسام السياسي في ليبيا هو الذي أعاق عملية تصدير النفط الخام للخارج. قد يبدو سيد المحاشي في هذه النقطة قبل أن تعود للإجابة على السؤال الأساسي، يعني فيما قلته قبل قليل قد يبدو هذا أيضا مستغرب، الانقسام السياسي متواصل ومستمر طيلة السنوات الماضية ولم يتغير الكثير فيما يخص الصراع السياسي والعسكري، لكن برغم ذلك تحقق هذا الارتفاع في مستويات الانتاج، لماذا لا يكون هناك تحسن اقتصادي في مقابل هذه الزيادة في الانتاج؟ يعني سيظل السؤال قائم إلى أن تقدم إجابة قاطعة يعني تقطع النقاش فيما يتعلق بهذه النقطة. للأسف الأطراف السياسية الآن منقسمة داخل الدولة في ليبيا تستعمل في الملف الاقتصادي، هي للأسف تسعى الآن لتجويع المواطن في ليبيا، الآن نتكلم عن أكثر من 70% من السكان في ليبيا الآن مستوى المعيشة لحد تحت الفقر. هذه نقطة خطيرة سيد المحاشي، يعني أنت الآن ستقول الزيادة في الإيرادات التي ستنتج كمقابل لهذا المستوى من الارتفاع في إنتاج النفط، هذه الزيادة في الإيرادات سيتم إيداعها في البنوك ولن تنفق لإدخال تحسينات اقتصادية. الإشكالية في ليبيا معقدة، مصر في المركز الآن محظور عليه من المنظمات الدولية
أن يتم إعطائه العملة الصعبة بطريقة الكاش. كل التحويلات اللي تتم الآن بالعملة الصعبة تكون تحويلات للخارج، مصر في بنكسي محظور عليه هذا التعامل المالي من قبل المنظمات الدولية بعدة إشكاليات معقدة. إشكالية ليبيا أصبحت الانقسام السياسي وهذه الحروب وهذه الصراعات، أصبح المواطن هو من يدفع الثمن للأسف. وهذه ما هو سيد المحاشي، واعذرني المقاطعة ربما لمرة أخيرة، يعني أنت تناقش المسألة بنظرة كلية، أنا أحاول أن أبحث معك الجانب جزئي من هذه المسألة الكلية. يعني حتى وأن كانت هناك قوانين دولية وهناك عقوبات وهناك نوع من التضييق على حركة المؤسسات السيادية في ليبيا، لكن الطبيعي أن عندما يحدث زيادة في الإيرادات يجب أن يحدث تحسنا اقتصاديا في البلاد، لأن الأزمة أزمة سياسية والأزمة انقسام. لا أعطينا بشكل واضح سيد المحاشي، هذه الأزمة السياسية لماذا تمنع أن يقابل الزيادة في الإيرادات تحسنا في الاقتصاد الليبي؟ كيف؟ لتحسين الاقتصاد في ليبيا نحتاج إلى حكومة وحدة وطنية، أن تكون هناك حكومة وأن تكون هناك وزارة اقتصاد ووزارة مالية، ومن تم تستطيع هذه الحكومة حل المشاكل الاقتصادية. لكن في ظل عدم وجود جهة تشريعية تنفيذية، هذا السبب الذي لا يستطيع أي مؤسسة الآن داخل ليبيا إحداث أي نوع من استراتيجيات أو لمعالجة هذه المشاكل الاقتصادية اللي يعاني منها الاقتصاد في ليبيا ويعاني منها المواطن في ليبيا. يعني وكانك تقول بأن حتى لو تم استخدام الزيادة في الإيرادات لن يكون هناك تحسن اقتصادي، لأنها ستذهب على غير وجه يساعد في تحقيق هذا التحسن الاقتصادي. نعم. طيب الآن وضحت الفكرة. على كل أعود معك للسؤال، يعني مسألة الرؤية المستقبلية التي تحدث عنها صنع الله خلال المؤتمر الدولي، وقال بأنها تهدف إلى جعل ليبيا دولة نفطية قوية في حوض المتوسط خلال يعني سنوات تقريبا لا تتجاوز 6-7 سنوات. يعني هذه الرؤية المستقبلية قياسا إلى حركة المشهد السياسي ووقائع الصراع العسكري في البلاد، ما مدى إمكانية توفر مناخ يساعد فعلا على تحقيق هذه الرؤية النفطية؟ أنا لا أتفق مع هذه الرؤية. على الليبيين الآن استفادة من الأخطاء التي وقعوا فيها في الماضي وتنويع مصادر الدخل والانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد غير ريعي. للأسف في ليبيا نحن الآن ما بعد ما يقارب من أكثر من 50-60 سنة من إنتاج النفط، ما زالت ليبيا اقتصاد ريعي معتمد على قطاع واحد، وحسب المؤشرات الدولية الآن تشير بأن مستقبل النفط في السوق الدولي لن يكون له المستقبل كما كان في السابق. وهذا اليوم ما هو واضح، وخير دليل على ذلك الآن نشاهد ما يحدث في السوق الدولي من تدني سعر برميل النفط الآن في السوق الدولي. ولا أتوقع أن سيكون هناك مستقبل كبير لسوق النفط، لكن هناك مصادر أخرى. ليبيا موقعها استراتيجي ولها الكثير من الموارد الاقتصادية، تستطيع تنويع المصادر الاقتصادية وأن تستطيع أن تكون ليبيا أحد البوابات في المال والاقتصاد في المنطقة بحكم الموقع وبحكم الموارد. طيب هذا على مدى طويل سيد المحاشي، لكن على المدى القصير الرجل يعني مصطفى صنع الله يتحدث عن أن ليبيا يعني تزخر بثروات نفطية وغازية هائلة، يعني هو يقول هناك مكامن مكتشفة في حوضي إغدامس ومرزق لم تشملها اتفاقيات الإنتاج مع الشركات النفطية، ما زالت تنتظر حتى التقييم المناسب لهذه الإمكانيات، وبأن هناك طاقة هائلة يعني يمكن استثمارها في المجال النفطي في ليبيا متى تم تنفيذ هذه الرؤية التي قدمها، ستوصل الإنتاج حتى إلى مستويات المليونين ومئتين ألف برميل خلال هذه السنوات. هو إشكالية في ليبيا، نحن عندما نتكلم عن الصناعات النفطية في ليبيا لا توجد صناعات نفطية. اللي يحدث في ليبيا أن نحن نصدر النفط الخام إلى الخارج ثم نأتي بالمصنع من الثور المصنع من الخارج. داخل في ليبيا لابد أن تكون هناك بروره واستراتيجية واضحة في الاقتصاد في ليبيا، وأن يكون هناك تنويع كامل للاقتصاد في ليبيا، وأن ننتقل من
من عملية الاقتصاد الريعي والتركيز على قطاع واحد وأن نبحث عن بدائل أخرى. وهناك تجارب كثيرة في دول العالم واستطاعت كثير من دول أن تنتقل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد غير ذلك. طيب واضح سيد المحاشي، يبقى معي سأعود إليك ولكن ننتقل إلى دكتور عمر زرموح. يعني تقريبا في ذات السياق، سياق رؤية زيادة مستويات الإنتاج في ليبيا، المؤسسة الوطنية للنفط في حديثها عن ارتفاع الإنتاج تطرق رئيسها إلى خلاف مع شركة ألمانية تسمى فينترسيل بسبب أو كنتيجة لقرار توزيع الاختصاصات الذي أصدره المجلس الرئاسي، والذي قال بأن حال دون الوصول إلى معدلات الإنتاج المخطط لها سابقا. برأيك كيف يمكن قراءة أو فهم حقيقة وطبيعة هذا الخلاف القائم بين المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس الرئاسي بشأن هذا القرار؟ الآن الاتهامات كبيرة من صنع الله في اتجاه المجلس الرئاسي، هو يقول بأن الشركة الألمانية ساهمت حتى في صياغة القرار نفسه. يعني هذه شبهة فساد تطلقها المؤسسة تطال ربما كافة أعضاء رئاسي إلى أن يتم تبين الحقائق وتفاصيل هذا الموضوع. لم أسمع السؤال. طيب أعيد وأطرح السؤال. يعني كنت أتحدث مع سيد المحاشي عن الرؤية التي، لا أعرف إذا كنت أستمع إلي الآن سيد زرموح، لكن حديثي كان عن الرؤية، ربما سيد زرموح لا يتمكن من سماعنا بشكل جيد، أنقل هذا السؤال إلى سيد السنوسي. لا أعرف إذا كنت استمعت إلى السؤال سيد السنوسي، لكن في الحديث عن رؤية المؤسسة الوطنية لرفع مستويات الإنتاج على مدى سنوات قادمة، المؤسسة تحدثت عن خلافها مع شركة ألمانية وقالت بأن قرار المجلس الرئاسي توزيع الاختصاصات ما بين رئاسة وزراء حكومة الوفاق والمؤسسة أدى إلى وقوع هذا الخلاف، وأن الشركة الألمانية استفادت من القرار بشكل منع من رفع مستويات الإنتاج إلى المعدلات التي كانت المؤسسة تطمح إليها. وقالت المؤسسة بأن الشركة الألمانية تدخلت وساهمت حتى في صياغة قرار رئاسي. كيف يمكن فهم كل هذه السجالات ما بين الرئاسي والمؤسسة؟ هو من الغريب أن في آخر الأمر يتضح أن الخلاف ما بين المؤسسة وبين النفط والرئاسي وحكومته خلاف حول موضوع هذه الشركة بالذات، الشركة الألمانية الفينترسيل أو الوينترشيل. هذه الشركة هي من الشركات القديمة في مجال النفط في ليبيا، يعني حوالي منذ اكتشاف النفط في ليبيا أو منذ 1966، وتم التعاقد معها في ذاك الوقت لمدة 50 عام تنتهي في 2016 حسب ما أعتقد، في شهر مارس 2016 أعتقد أن عقدها الماضي هذا قد انتهى. إلا أن في سنة 2000، هل لديك معلومات عن الحقول التي تستثمر في هذه الشركة؟ هي أعتقد حقول الجنوب الشرقي لها، هي تصدر عبر ميناء زويتينا حسب ما أعتقد، ولها عدة حقول في الجنوب الشرقي. هذه الشركة الألمانية تم تغيير عقد الامتياز أو عقد الاستثمار لها المبرى في 1966 الذي ينتهي في 2016، أعتقد إبان أو أيام دكتور شكري غانم، عندما تم مراجعة أغلب العقود مع كل الشركات النفطية التي لها اتفاقيات مع ليبيا، ومنها الفينترسيل أو الوينترشيل، تم تغيير العقد من عقد امتياز أو استثمار إلى عقد مشاركة ومقاسمة، بحيث حازت ليبيا على حصة كبيرة في هذا العقد على العكس ما كانت عليه قبل 2010. وأعتقد أن العقد تم بأثر رجعي للعام 2008. استفادت حقيقة هذه الشركة من الخلاف الحاصل بسبب قرار رئاسي بسحب اختصاصات بعد إلغاء وزارة النفط، بسحب اختصاصات وزارة النفط إلى حكومة الوفاق الوطني التي آلت إليه الاختصاصات بعد إلغاء وزارة النفط، وهي اختصاصات سيادية منها مسألة عقود الامتياز والاستثمار في النفط، والتي المؤسسة دور فقط فني وجزئي ودقيق جدا في متعلق العملية الفنية في هذا المجال.
متفصل عن الله عندما شجب هذا القرار في السابق من قبل أشهر لم يبين لنا لماذا هذا الانتعاض، ومننا جميعا قلنا هي فقط مسألة إثارة مشكلة وبلبلة حول هذا القرار من قبل مؤسسة النفط. لا, لا 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 المسألة خطيرة جدا سيد السنوسي، لا أعرف إذا كنت تتفق معي أو لا. يعني صنع الله في تصريحاته بالخصوص قال بأن لولا الخلاف مع هذه الشركة لكانت مستويات الإنتاج الآن وصلت المليون، لأنه تحدث عن تعطيل إنتاج 160 ألف برميل بسبب توقف الشركة عن الإنتاج. وقال بأن القرار اللي هو قرار المجلس الرئاسي رقم 270 صيغ ليسمح للشركة بالتهرب من التزاماتها تجاه المؤسسة الوطنية للنفط، بل وذهب إلى القول بأن الشركة الألمانية تدخلت في صياغة نص القرار. يعني الآن لا أعرف كيف يمكن التعليق على هذه التصريحات، خاصة وأن هو أحد طرفي الإشكالية. المجلس الرئاسي ما زال لم يصرح كرد فعل على هذه التصريحات، لكن على ما يبدو هناك أمر خطير يعني عندما تكون التصريحات بهذا الشكل وفي هذا المستوى. تستوجب حتى على ديوان المحاسبة فورا مراجعة هذا القرار الصادر من الرئاسي وفعل ما شفع صياغته وخروجه بهذا الشكل، أو أتمنى إعادة تشكيل وزارة للنفط من جديد حتى ينتهي هذا الصراع ما بين الرئاسي وحكومته مع المؤسسة الوطنية للنفط. وجود وزارة للنفط تعمل على الجانب السيادي هو شيء مهم، وبالتالي إعادتها من جديد وسيكون له أثر إيجابي على عمل المؤسسة الوطنية للنفط وأيضا شركاء الأجانب لها. تدخل شركة أجنبية بحجم الوينترشيل أو الفعل هذه هو في شبهة فساد، يستوجب حتى على النائب العام من تلقاء نفسه التحرك لاستدعاء المؤسسة الوطنية للنفط أو رئيسها واستدعاء حكومة الوفاق الوطني والرئاسي. طيب واضح سيد سنوسي، أعتذر منك فقط لضيق الوقت. دكتور عمر زرموح، يعني في ذات النقطة البعض يعتبر بأن خلاف المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة فينترسيل الألمانية قد يكون بداية لتداعيات خطيرة لقرار توزيع الاختصاص بين المؤسسة والمجلس الرئاسي، وربما خطر محدق بالقطاع. هل يمكن معرفة مدى حقيقة هذه التداعيات، مدى خطورة مستويات هذه التداعيات، ومدى صواب إصدار مثل هذا القرار، يعني وأحقية حتى المجلس الرئاسي في إصدار هذا القرار لتحديد الاختصاصات، خاصة وأن في النهاية أفضى بحسب صنع الله إلى تعطيل الإنتاج 160 ألف برميل يوميا وتهرب الشركة من مسؤولياتها التي يعني تطالبها المؤسسة بها بحسب صنع الله. الآن طبعا حق رد مكفول للمجلس الرئاسي متى أراد تبين حقيقة هذا الخلاف. هل يمكنني أن أعلق على ما سمعت قبل أن تتطرق لمشكلة الشركة الألمانية؟ فقط لضيق الوقت في عجالة دكتور عمر لو تسمح. نعم بعجالة. نقطة توريد العملة الحقيقة أنا لا أراها مشكلة ولا عائقا كبيرا، قد تكون عائقا صغيرا نعم، لكنها ليست تلك المشكلة الكبيرة، لأن الهدف من النقد الأجنبي هو التوريد أو استيراد أشياء من الخارج أو الحصول على خدمة من الخارج، وبالتالي لا نحتاج إلى العملة بالضرورة في الداخل. هذه من جانب، ثم أنا طريقة إرجاعها للداخل لا يمثل مشكلة. النقطة الثانية موضوع العجز في ميزان المدفوعات، صحيح كما ذكر السيد إبراهيم، ولكن أنا لست متشائما كتشاؤمه. الحقيقة أنا مقتنع تماما بأن الاحتياطي النقدي من أو الاحتياطي المصرفي المركزي من النقد الأجنبي هو بقدر كافي وأضعاف ما هو موجود لدى جيراننا ولدى كثير من الدول الأخرى، وبالتالي يستطيع تستطيع الدولة الليبية ممثلة في المصرف المركزي وغيرها من الجهات أن ترسم الخطط الكفيلة بإزاحة القيود الكمية وتخليص الشعب من هذه القيود وهذه التعقيدات، ولنا تفاصيل في هذه الأمور ربما يأتي الحديث. هو الغريب دكتور عمر، لأن نقطة مهمة ما ذكرتها الآن، يعني بعض الدول احتياطياتها من النقد الأجنبي تصل حتى الصفر،
ويظل أو تظل عملتها المحلية محافظة على مستويات أعلى من المستويات التي انخفض إليها الدينار الليبي، ويظل اقتصادها يعني يدور لا يتوقف، والأعباء التي تقع على مواطنيها تكون أقل بمرات من الأعباء الواقعة الآن على المواطن الليبي. لكن على كل يعني لا نود الإغراق في مناقشة هذه الجزئية، لأن معنا فقط دقيقتين، نود أن نسمع فيها رأيك أو تعليقك فيما يخص الخلاف الحاصل حول قرار توزيع الاختصاصات والتصريحات الخطيرة لصنع الله بشأن استثمار الشركة الألمانية لهذا القرار، وحديثة عن أن الشركة الألمانية ساهمت في صناعة القرار. أولا دعني أذكر لك بعض الحقائق الأساسية، ثم بعد ذلك ممكن يصلح التقييم. أولا، ما هو دور أو ما هي وظيفة المؤسسة الوطنية للنفط؟ تنحصر وظيفتها في ثلاث عناصر: الاستكشاف، استكشاف النفط، الإنتاج، ثم التصدير. ولا علاقة لها بعد التصدير بأي شيء، يعني بمعنى استخدام إيرادات النفط هذا قرار للدولة الليبية تأخذه وفقا لقانون نظام المالي للدولة. هذا كله واضح علاقة المؤسسة به، هذه وظائف الثلاثة. نعم، أنا إذن عندما نقيم القرار 270 نقيمه في ظل هذه العناصر الثلاثة. إذا مس هذه العناصر الثلاثة فأنا أتفق مع ما قاله السيد رئيس المؤسسة الوطني للنفط، ولا أقبل أي شيء يمس هذه الاختصاصات. أنا أيضا لست مع فكرة إنشاء وزارة للنفط، لأن التجربة دلت على أن هناك نوع من الازدواج في الاختصاصات بين المؤسسة والوزارة. طيب، تصريحات صنع الله وهي تأتي على هذا المستوى من الخطورة دكتور، نعم. في كلمة لو تسمح، تصريحاته وهي تأتي على هذا المستوى من الخطورة، هل تضع شبهة فساد حول عمل الرئاسي تحديدا فيما يخص هذا القرار؟ والله لا أستطيع أن نحكم على هذه الأشياء دون دراسة وتمعن، لأن الحقيقة أنا طلعت على هذا القرار 270، والقرار يوحي للوهلة الأولى بأنه هو مجرد توزيع اختصاصات وزارة النفط وليس القرار. دكتور صنع الله يقول بشكل واضح الشركة الألمانية تدخلت في صناعة هذا القرار، ألا يضع هذا شبهة فساد على رئاسي؟ العبرة، والله يعني لا لست محقا، ولكن يعني لا واضح تماما بمن واضح دكتور، واعتذر منك، بمن كتب، ولكن العبرة بمن وقع على القرار. طيب، على كل يبقى حق رد مكفول للمجلس الرئاسي متى شاء بشأن هذه الاتهامات. هكذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج العاشرة. نشكر ضيوفنا الذين كانوا معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عمر زرموح، وعبر الهاتف من طرابلس الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي إبراهيم السنوسي، ومن مصراتة الباحث في الشأن الاقتصادي والسياسي إسماعيل المحاشي. شكرا لكم، في أمان الله.